هناك كلام على أن الهجوم استهدف قاعدتين وليس قاعدة واحدة، والقاعدتين تأويان الجنود الأمريكية. بدون شك أن هناك حذر شديد في كتابة هذا البيان وإصرار في الوقت ذاته على الدفاع عن الجنود الأمريكيين، ولكن من دون الإسراع إلى اتخاذ قرارات حاسمة. وكالة تسنيم أيضا قالت بيير قبل قليل أنه تم توقيت هذا الهجوم مع توقيت قتل سليماني قبل أيام. على كل إنسان أعود إليك أيضا، أتركك كذلك لمعرفة مزيد من المعلومات.